أهلا بكم، إن شاء الله النهاردة نتكلم في هذا الفيديو عن بعض التطبيقات على الاشتقاق. أحد هذه التطبيقات اللي هو بيخليني أعرف أحدد شكل المنحنى، بحيث إن المنحنى فيه تزايد فيه تناقص، إمتى يكون النقطة دي عندها نقطة عظمى محلية أو نقطة صغرى محلية، إمتى تكون نقطة انقلاب. ده اللي هنتعرف عليه في هذا الفيديو إن شاء الله. برسم بسيط كده، لو المنحنى عندي متزايد، المنحنى متزايد اللي هو بخط الأزرق، ميل المماس عند نقطة بيصنع زاوية حادة مع محور الأفقي، وبالتالي ألاحظ إن الميل موجب، وبالتالي المشتقة اللي هي الميل بتمثل الميل تكون أكبر من صفر. لو المنحنى متناقص، وبالتالي المماس بيصنع زاوية منفرجة مع المحور الأفقي، وبالتالي الميل سالب، وبالتالي المشتقة سالب. فإمتى يكون المنحنى متزايد؟ لو الإف داش بتاعتي موجبة. إمتى يكون المنحنى متناقص؟ لو الإف داش بتاعتي سالبة. طبعا بقى نعرف إزاي اختبار التزايد والتناقص في حالة الإف موجبة، الإف داش موجبة تزايدية، إف داش سالبة تكون الدالة بتاعتي تناقصية. من الأول بنبحث عن النقاط الحرجة للدالة. نقاط الحرجة دي بنعرفها إزاي؟ ان انا يكون عندها الداله اف داش بيساوي صفر، او اف برايم بيساوي صفر، او الاف برايم غير موجوده من الاساس. يبقى النقاط الحرجه بتكون الاف برايم بتساوي صفر او الاف برايم غير موجوده، زي ما هنشوف في الحالات السته ديت. عندي ثلاث حالات الاف برايم موجوده، ثلاث حالات الاف برايم غير موجوده. هنا الاف برايم بتساوي صفر، دي نقطة بنسميها نقطة حرجة. ما قبل الاف برايم تكون موجبة، اف برايم أكبر من صفر وبالتالي تزايدية، اف برايم أقل من صفر تزايدية. لكي تنتقل الاف برايم من الموجب للسالب لازم تمر بالصفر، اللي احنا بنسميها النقطة الحرجة، اللي هي في الحالة بتاعتنا النقطة ديت نقطة عظمى. نفس الكلام هنا، الاف برايم أقل من صفر، الاف برايم أكبر من صفر، لكي تنتقل من السالب إلى الموجب وبالتالي لازم تمر بالصفر. النقطة دي بنسميها نقطة صغرى. هنا الاف برايم أكبر من صفر، والاف برايم أكبر من صفر، ولكن في نقطة عندها الاف برايم بيساوي صفر، دي بنسميها نقطة انقلاب. ده من تلات حالات الاف برايم موجودة. التلات حالات دول الاف برايم غير موجودة. ليه؟ نرجع بقى للنهايات ونرجع لبداية الاشتقاق، نعرف سبب عدم وجود هذه الايه؟ المشتقة في الحالة دي والحالة دي والحالة دي. اف برايم أكبر من صفر، اف برايم أقل من صفر، النقطة الحرجة ديت تبقى نقطة عظمى، نقطة صغرى، نقطة انقلاب. نقطة الانقلاب النقطة التي عندها الاف برايم اوف سي ايكوال بتساوي صفر، أو الاف برايم اوف سي غير موجودة، بمعنى ليست عظمى أو صغرى محلية، بتسمى نقطة انقلاب. مثال: أوجد القيم العظمى والصغرى للدالة f of x بتساوي x تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 8 على الفترة 1 و4، ليست على الآر كلها. أول حاجة بنعملها نجيب القيم أو النقاط الحرجة، فبجيب المشتقة الأولى f برايم اوف x بتساوي 3x تربيع ناقص 6x، بحلل عشان أقدر أجيب الجذور بسهولة، 3x في x ناقص 2، وبالتالي ال x بتساوي 0 وال x بتساوي 2 عندما ال f برايم اوف x بتساوي 0. طبعا الصفر لا تنتمي للمجال المعرف عليه الدالة اللي هو 1 و4، وبالتالي فقط النقاط الحرجة اللي عندنا اللي هي x بتساوي 2. تعالوا نحسب قيم x المختلفة كده عند الواحد واربعة اللي هي الفترة حدود المنحنى بتاعي، وبحسب عند النقطة الحرجة اللي هي 2. الواحد ألاحظ إن قيمة y تديني 6، الأربعة ألاحظ إن قيمة y تديني 24، الاتنين ألاحظ إن قيمة y تطلع 4، وبالتالي أصغر من القيمتين دول، وبالتالي قيمة y عند الاتنين القيمة عند الاتنين قيمة صغرى. حاجة تانية بتعرفها لنا المشتقات اللي هي التحدب. التحدب، هل المنحنى فيه تحدب لأعلى ولا تحدب لأسفل؟ دي بنعرفه من خلال المشتقة التانية، وبالتالي المنحنى يكون تحدب لأعلى إذا كانت الإف دبل برايم أكبر من صفر، المنحنى يكون تحدب لأسفل إذا كانت الإف دبل برايم أقل من صفر. طبعا عندما الإف دبل برايم بتساوي صفر تكون نقطة انقلاب، لأن طبيعي إن الإف برايم إيكوال صفر أو بتساوي صفر.
طبعا التحدب الاعلى بيعني ان كل خطوط المماس اسفل المنحنى، كل خطوط المماس اسفل المنحنى، التحدب لاسفل كل خطوط المماسات اعلى المنحنى. في عندي احتمالين، ان عندي تحدب لاعلى ثم تحدب لاسفل، هنا طبعا نقطة حرجة اللي هي الواي داش او الواي برايم بتساوي صفر، نقطة حرجة الواي برايم بتساوي صفر. المنحنى هنا الواي برايم اكبر من صفر، الواي برايم اقل من صفر، الواي برايم اقل من صفر، لان المنحنى هنا في الفترة دي متناقص، هنا الواي برايم اكبر من صفر. تعال نشوف الواي دبل برايم، تلاقي الواي دبل برايم في الجزء التحدب اللي اسفل كله اقل من صفر، الواي دبل برايم اقل من صفر هنا وهنا، هنا الواي دبل برايم اكبر من صفر هنا وهنا. تلاحظ ان الواي دبل برايم عشان تنتقل من اقل من صفر لاكبر من صفر لازم الواي دبل برايم تكون بتساوي صفر، لكي تنتقل من السالب للموجب لازم تكون تمر بالصفر اللي احنا بنسميها نقطة انقلاب. هنا نفس الكلام، ده طبعا الجزء ده تحدب لاعلى، الجزء ده تحدب لاسفل، وبالتالي الاف دبل برايم اكبر من صفر، الاف دبل برايم اقل من صفر، وده الاف طبعا في الحالة دي الاف برايم غير موجود او المشتقة الاولى غير موجودة. نلاحظ طبعا ان الواي دبل برايم له علاقة بشكل المنحنى وليس بالتزايد او التناقص، التزايد والتناقص فقط في الواي برايم. تطبيق اخر على او بنستفيد من الاشتقاق في حساب النهايات اللي هو قاعدة لوبيتال. ازاي بنحسب النهايات في حالة التعويض المباشر في الدالة لو الناتج بتاعه طلع صفر على صفر او ما لا نهاية على ما لا نهاية؟ طبعا بنستخدم قاعدة لوبيتال. قاعدة لوبيتال بتقول ان ليميت اف اوف اكس على جي اوف اكس لما الاكس تقترب من ايه؟ التعويض المباشر طلع صفر على صفر او ما لا نهاية على ما لا نهاية، بستخدم القاعدة اللي هي بتقول ان انا بشتق البسط لوحده على مشتقة المقام لوحده وبعد كده بحسب النهاية. تعالوا نشوف مثال. اوجد ليميت 3x ناقص ساين اكس على اكس لما الاكس تقترب من الصفر، طبعا بالتعويض المباشر هيعطي صفر على صفر. بستخدم قاعدة لوبيتال ان انا بشتق البسط لوحده، مشتقة البسط 3x مشتقتها 3 ناقص ساين اكس مشتقته كوساين اكس على الاكس اللي هو مشتقته 1، وبالتالي 3 ناقص 1 على 1 تعطي قيمة النهاية 2. تعال نشوف مثال اخر. ليميت لين اكس على 2 جذر اكس، لو انا عوضت تعويض مباشر عن اكس تقترب من ما لا نهاية، ما يعطي ما لا نهاية على ما لا نهاية، وبالتالي اقدر استخدم قاعدة لوبيتال مباشرة ان انا بشتق البسط لوحده، مشتقة لين اكس بواحد على اكس، مشتقة المقام واحد على اتنين الجذر، واحصل بالتعويض احصل على ليميت واحد على جذر اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهاية تعطي صفر. مثال اخر، ليميت اي اس اكس على اكس تربيع لم عندما الاكس تقترب من ما لا نهاية، ما لا يعطي تعويض مباشر يعطي ما لا نهاية على ما لا نهاية، وبالتالي باستخدام قاعدة لوبيت ان انا بشتق البسط لوحده وبشتق المقام لوحده طلع اي اس اكس على 2 اكس، بالتعويض مرة اخرى يعطي ما لا نهاية على ما لا نهاية، وبالتالي استخدم قاعدة لوبيت المرة اخرى اللي هو باشتقاق البسط لوحده اللي هي اس اكس على مشتق المقام لوحده اللي هو 2، وبالتالي ليميت اي اس اكس لما الاكس تقترب من النهاية يعطي ما لا نهاية، وبالتالي ناتج النهاية يعطي ما لا نهاية. وده طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه، ما لا نهاية عندي ما لا نهاية ان لما يكون عندي حاصل اسم دالتين وناتج النهاية يطلع ما لا نهاية، وبالتالي يدل على ان الدالة اللي في البسط اقوى من الدالة اللي في المقام، وبالتالي اي اس اكس اسرع من اي دالة من اي كثيرة حدود فعليا، لان الاي اس اكس بتوصل عند ما لا نهاية اسرع بكتير جدا من كثيرات الحدود. في حالة بقى ان التعويض المباشر اداني ما لا نهاية في صفر او ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، ان انا اجي مثال مثلا احسب ليميت الجذر اكس لين اكس لما الاكس تقترب من صفر الموجب. طبعا لازم اقول صفر الموجب لان اللين اكس غير معرفه عند الصفر نفسها وعند الصفر السالب بديه، فالصفر الموجب ده شيء عشان تكون الداله دي معرفه، فبالتعويض المباشر هيديني ما لا نهايه في صفر، ما لا نهايه في صفر. طبعا باستخدام تبسيط معين او ان انا بكتب هذه العلاقه في صوره اخرى، ان انا بكتب لين اكس على واحد على جذر اكس اللي هو مقام المقام بسط، اللي هو الجذر اكس في البسط كتبتها واحد على واحد على جذر اكس اللي هي تنفع نكتبها جذر اكس في لين اكس، بحيث ان انا بالتعويض المباشر هيديني ما لا نهايه على ما لا نهايه، وبالتالي اقدر استخدم قاعده لوبيتال ان انا بشتق البسط لوحده على مشتقه المقام لوحده، وبالتعويض المباشر يديني ناتج النهايه بصفر.
مثال اخر، لو ليميت لما الاكس تقترب من صفر 1 على ساين اكس ناقص 1 على اكس، لما الاكس تقترب من صفر تعويض مباشر يديني ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. وبالتالي باستخدام تبسيط معين او تعديل في شكل الداله اللي عندي، ان انا بوحد المقام بحيث ان انا اكتب المعادله في هذه الصوره بالتعويض المباشر يديني صفر على صفر، وبالتالي اقدر استخدم قاعده لوبيتال ان انا بشتق البسط لوحده على مشتقه المقام لوحده بالتعويض المباشر يديني صفر على 2 اللي هو قيمه النهايه طلعت صفر. في حاله الكميات غير المعينه اللي هو 1 على ما لا نهايه او 0 على صفر او ما لا نهايه اس صفر، ايضا بحاول اتعامل معاها باسلوب اخر. في حاله مثلا المثال ليميت اكس اس 1 على اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهايه، التعويض المباشر هيعطي ما لا نهايه اس صفر. في هذه الحاله باخد الاف اوف اكس بسميها اكس اس 1 على اكس، وباخد لين الطرفين، لين اف اوف اكس هتساوي لين اكس اس 1 على اكس اللي هي 1 على اكس لين اكس اللي هي لين اكس على اكس، وباخد الليمت للجديد للداله الجديده اللي هي لين اف اوف اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهايه اللي هي بتساوي ليمت لين اكس على اكس اللي هي لما الاكس تقترب من ما لا نهايه اللي هو بالتعويض المباشر يعطي ما لا نهايه على ما لا نهايه. في هذه الداله اقدر استخدم قاعده لوبيتال، وبالتالي باشتقاق البسط لوحده على مشتقه المقام لوحده هيعطي 1 على اكس على 1 اللي هي ايه 0 على 1 اللي هي القيمه 0. طبعا القيمه 0 ديت هي نتيجه النهايه لين اف اوف اكس وليست نهايه الاف اوف اكس بس. فبرجع تاني للداله بتاعتي الاصليه اللي هي ليميت اكس اس 1 على اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهايه اللي هي عباره عن ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهايه اللي هي عباره عن اي اس لين اف اوف اكس، اي اس لين اف اوف اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهايه اللي هي نفسها اقدر اكتبها من خصائص اللين الليميت النهايات ان انا اقدر اكتبها اي اس ليميت لين اف اوف اكس لما الاكس تقترب من ما لا نهايه. طبعا الاس ده حسبناه اللي هو طلع صفر، فهشيله واحط القيمه صفر، يبقى اي اس صفر اللي هي قيمه 1. وده بالنسبه لقاعده لوبيتال. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن هنجمع بقى كل هذه المعلومات في الاشتقاق بحيث ان انا ارسم داله انا مش عارف ارسمها مباشره او من ضمن الدوال اللي انا درستها، فهستخدم كل المعلومات اللي انا درستها في الاشتقاق وما قبل الاشتقاق ان انا اعرف ازاي ارسم الدوال. اشكركم جدا والسلام عليكم.